ما كانش أيام العمل الصالح معظم فيها مثل هذه الأيام التي نحن مقبلون عليها، وهي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. بل إن العلماء يقولون أن هذه الأيام أفضل من الأيام تاع العشر الأواخر تاع رمضان. معلوم أن الشيء المعظم في الأيام الأخيرة من رمضان هي الليالي، أما في النهار فأفضل أيام الدنيا هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، من واحد حتى عشرة ذي الحجة. من عظمها أن الله تبارك وتعالى أقسم بها في كتابه، قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيره قال: الفجر هو الفجر تاع يوم النحر تاع نهار العيد، أقسم الله به لعظمه. وليال عشر هي الليالي العشر الأولى من ذي الحجة. هذه الأيام العمل الصالح فيها معظم، من صلاة وصيام، قراءة القرآن، ومن ذكر لله تبارك وتعالى، بر الوالدين، وسمي ما شئت من الأعمال، أعمال لسان، أعمال القلب، أعمال الجوارح، الأعمال المالية، الأعمال البدنية، الأعمال كثيرة، أعمال الخير كثيرة، كلها معظمة عند الله جل وعلا في هذه الأيام. دليل ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر. الصحابة تساءلوا، يعرفوا الأعمال الصالحة، الصلاة، صيام، ذكر وغيرها من العبادات، ويعرفوا بلي أعظم الأعمال هو الجهاد في سبيل الله، هذا الذي تقرر عندهم. لذلك قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، أي في هذه الأيام هذه العمل أعظم من الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ومن أجل الأعمال في هذه الأيام ذكر الله تبارك وتعالى. العرب في مثل هذه الأيام في أيام الجاهلية كانوا يخرجون إلى المحافل والأسواق مثل العكاظ وغيرها من الأسواق، فيذكرون مفاخر الآباء والأجداد. فالله تبارك وتعالى أمرهم وأمرنا أن نذكر الله تبارك وتعالى أكثر من ذكر الآباء، فقال سبحانه وتعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لذلك من أجل الأعمال في هذه الأيام الذكر، والذي يذكر ربه هذا إنسان حي، والذي يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى هذا إنسان ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ومن أجل وأعظم الذكر في هذه الأيام تكبير الله تبارك وتعالى. الإنسان كما ثبت هذا عن الصحابة، عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة، أنهم كانوا يكثرون من التكبير في هذه الأيام. الله أكبر، الله أكبر، يكبرون الله تبارك وتعالى. كذلك من العبادات الجليلة في هذه الأيام عبادة النحر، الذبح. لذلك الإنسان يربي وفقه وعطاله المال وقادر يشري كبش ويدبح نهار العيد، هذا والله من أجل الأعمال والقربات عند الله تبارك وتعالى. هناك ملاحظة فقط، الإنسان يذبح إذا دخلت عليه هذه العشر لا يأخذ من شعره ولا من بشرته، من جلده ولا من أظفاره شيئا، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا ولا يقلمن ظفرا، فلا يأخذ لا من شعر الرأس ولا الشارب ولا العانة ولا الإبط وغيرها من الأماكن. كذلك ما ينحيش الجلد، هذا مثال، كاين بعض الناس عنده عادة يأكل اللحمة هذه ولا ينحي أي جلدة أو لحمة من جسده، كذلك ما ينحيش الأظفار دياله. ما هي الحكمة؟ أنه يتشبه بالمحرم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. هذا باختصار شديد، والله الموفق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.